بنتكل عليه الكابتن اسلام الشاطر. كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اجواء اكثر من رائعه هنا في ابو ظبي، كل الامكانيات متوفره لمباراه السوبر اللي ان شاء الله باذن الله كنادي الاهلي طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، يكون السوبر رقم 12 في دولاب بطولات النادي الاهلي. ترتيبات مكثفه بشكل كبير جدا، والحقيقه كمان يعني احنا متواجدين في نادي الوحده الاماراتي، ويسعدني اكيد وانضم لي في هذه اللحظات المدير التنفيذي لنادي الوحده الاماراتي الاستاذ عبد الله سالم. بنحييكم وبنشكركم طبعا على الجهد الكبير المبذول واستقبالنا في نادي الوحده الاماراتي، ومش غريب طبعا على شعب الامارات ولا غريب على حضرتك يا استاذ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في داعي للشكر، انتم اليوم في بلدكم والشعب الاماراتي والمصري بلد شعب واحد، بالعكس انتم مشرفينا ومنورينا اليوم، ونتمنى دائما انكم تواجدون معنا. امكانيات نادي الوحده كلها تحت تصرفكم، وفي اي وقت سواء اليوم بكره بعد المباراه او يعني دعوه مفتوحه للنادي الاهلي انه يحضر في اي وقت. امكانيات نادي الوحده كلها تحت تصرفه. يمكن كان تدريب النادي الاهلي هيكون في ملعب سلطان بن زايد، لكن يمكن مع التنسيق مع الجهاز الفني وكابتن سعد عبد الحفيظ تم اختيار حضرتك، وسريعا على طول تمت الموافقه. ويمكن امر مهم جدا، لعيبه النادي الاهلي بتتدرب على الملعب السوبر، بتشوفه ازاي الشعب الاماراتي بيشوف السوبر ازاي، جمهور الاهلي جمهور الزمالك، يعني بخبرتك كده يا استاذ عبد الله حطينا كده في الاجواء. والله احنا يعني من يعني سمعنا ان النادي الاهلي يتمرن في سلطان بن زايد، فوجهنا دعوه ان النادي الاهلي يتمرن معنا، وهذا يعني شرف كبير ان النادي الاهلي اليوم يكون معنا في نادينا. شفت الشباب كلهم مبسوطين، بغينا نفتح الجماهير بس النادي الاهلي طبعا عشان المباراه، وهذا اكيد من حقهم يعني، لكن الوقت كان قصير. اتمنى انكم ما قصرنا يعني في استضافه النادي الاهلي. بالعكس انا بالنسبه لنا احنا اليوم مباراه الزمالك والاهلي كجاليه مصريه في الامارات عايشه، اعتقد يعني مباراه يعني تعكس سمعه الكره المصريه في دوله الامارات، وهذا شرف كبير الاستضافه لهذه المباراه، واحنا تعودنا عليها دائما في السنوات الاخيره. وطبعا الاجواء الجميله تكون الشعب المصري الشعب الاماراتي كلهم متواجدين، ومثل ما شفتوا اليوم في 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 يعني طلب كبير على التذاكر، والعالم كلها تطلب سواء اماراتيين او مصريين. بالعكس هذا شيء مفرح، احنا نشوف مباراه جماهيريه كبيره ممتعه تليق بسمعه الكره المصريه واستضافه الامارات لهذا الهدف. اكثر الاشياء اللي بتسعد النادي الاهلي هو الفرحه في عيون جماهيره، يعني الجماهير لما متواجده في الامارات طبعا يمكن المره الرابعه على السوبر بيتلعب هنا، دي بتسعد كل اللعيبه، بتسعد كل جماهير النادي الاهلي ان اللعيبه تشوف الجمهور والجمهور يشوف اللعيبه في دوله الامارات. اعتقد ان النادي الاهلي اليوم ما يحس انه هو في دوله الامارات، يحس انه هو في مصر بحكم الجاليات الموجوده والجماهير. وبالعكس احنا اليوم الجاليه المصريه عندنا بعدد كبير ما شاء الله، وشيء مفرح لنا احنا ونفتخر فيها منهم موجودين في بلدهم. احنا ما بنقول بلدهم الثاني، ان بالتالي الجماهير المصريه او النادي الاهلي ما يحسون بالغربه هذه كلها. وفي المباراه او في التمرين اليوم، التمرين في نادي الوحده شفتوا عدد الجماهير الكبيره المتوافده على النادي، وهذا شيء يفرحنا في النهايه. شكرا جزيلا. بالعكس.